يعني لا الفيل يدخل في الثقب الأبرة ولا البعير ولا التمساح ولا الحصان ولا حاشاكم منها، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة أيضا صفر. بسورة النحل 120 هي منهج التوحيد المستقل، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، لا يعني أن إبراهيم عليه السلام كان شعب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم أحبائنا في حلقة جديدة نوضح فيها توسعا أكثر في موضوع حتى يلج الجمل في سم الخياط. طبعا في البداية مثل كل حلقة أوصيكم وأرجوكم أن تقرأوا سورة محمد صلى الله عليه وسلم بعد نهاية هذه الحلقة، فنحن والله أعلم والله يعلم أننا من أكثر الناس حبا لمحمد وما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حتى يلج الجمل في سم الخياط، تحدثت في السابق عن هذا الموضوع وانبرى مجموعة أنه كيف يقول الجمل هو ليس البعير والبعير هو ليس الجمل. أيها الإخوة أيها العاقلون يا أولي الألباب، القرآن الكريم ليس فيه مترادفات، يعني الزوجة غير الإمرأة غير الصاحبة غير الأهل، إذ قال موسى لأهله لم يقل لزوجته. لذلك علينا أن نحترم دقة الكلمة في كتاب الله ومكان استخدام الكلمة في سياق الآية الكريمة. هذا موضوع على غاية من الأهمية في كتاب الله. سوف نوضح الفرق حاليا بين البعير وبين الجمل. البعير هو الحيوان المعروف الذي يسمى دائما الجمل، هذا يسمى في كتاب الله البعير، هو الحيوان المعروف، ولم يطلق عليه القرآن الكريم اسم جمل على الإطلاق، هذا يسمى بعير. الدليل على ذلك من كتاب الله في سورة يوسف الآية 65، ونزداد كيل بعير وليس كيل جمل. أيضا بسورة يوسف الآية 72، ولمن جاء به حمل بعير وليس حمل جمل. وجمع بعير في كتاب الله وفي اللغة العربية، بعير تجمع على كلمتين، إما جمع بعير إبل أو بعران، بعران جمع بعير والإبل جمع بعير، بينما جمع جمل جمالة مثل ما سوف نرى. إذن جمع بعير هو إبل أو بعران وليس جمال. قال تعالى في سورة الغاشية رقم 17، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لم يقل إلى الجمال كيف خلقت. إذن بعير بعير إبل. يقول الشاعر أكتل السلمي، ولا أسأل الوغد اللئيم بعيره، وبعران ربي في البلاد كثير. إذن بعيره وبعران، ولا أسأل الوغد اللئيم بعيره، وبعران ربي في البلاد كثير. لذلك ورد في سورة الأنعام أيضا الآية 144، ومن الإبل اثنين، لم يقل من الجمال. إذن الإبل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، من الإبل اثنين. حتى العربي بالفطرة كان يقول البعرة تدل على البعير وليس البعرة تدل على الجمل. إذن ومن طريف الشعر الجاهلي، وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري وليس جملي. إذن نلاحظ أن كلمة بعير هي دائما
في الشعر العربي القديم، في الكلام العربي القديم، وأعلى من هذا بكثير هو كتاب الله تبارك وتعالى، فاستخدم كلمة بعير وجمعها على كلمة إبل. نأتي الآن إلى الجمل. الجمل هو حبل السفينة الغليظ الذي يشدها إلى المرفأ. إذن هذا يسمى الجمل، حبل غليظ جدا الذي يشد السفينة العملاقة إلى المرفأ. هذا هو الجمل. لذلك يبدو التجانس الرائع في الآية الكريمة بسورة الأعراف الآية 40: حتى يلج الجمل في سم الخياط. إذن أيضا يعني لا يجوز، الله سبحانه وتعالى طبعا هو قمة الحكمة قمة المنطق، أن يأتي بالبعير لكي يدخله في ثقب الإبرة لكي يعطي الإعجاز. دائما هنالك التجانس، يعني حبل السفينة الغليظ، الإبرة لها علاقة بالخيوط وبالحبال، ليس لها علاقة بالحيوانات وغير الحيوانات. يعني لا الفيل يدخل في ثقب الإبرة، ولا البعير، ولا التمساح، ولا الحصان، ولا، لكن حتى يلج الجمل في سم الخياط. وجمع جمل هو جمالة. قال تعالى بسورة المرسلات الآية 32 و 33 عن جهنم، حاشاكم منها: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. إذن جمالة كأنه حبال غليظة، هذه ألسنة اللهب، فلسان اللهب يشبه الحبل الغليظ العملاق. والقصر هو نوع من الأفاعي العملاقة أو الأشجار. هم قالوا لكم القصر هو مبنى ضخم وليس بناء. إنها ترمي بشرر كالقصر كالأفاعي العملاقة أو الأشجار العملاقة كأنه جمالة، جمع جمل وهو حبل السفينة الغليظ. أما كلمة صفر فهو نوع أيضا من الأفاعي. ومن طريف الأمور الشعبية، يعني كان عندنا في حلب يعني عبارة شعبية تقول: في حال تناول طعام الفطور في الصباح يقولوا كسر الصفرة. كسر الصفرة يعني تناول طعام الفطور وليس الإفطار عند المغرب في رمضان. كان يعتقد في السابق أنه يوجد أفعى داخل معدة الإنسان، إذا جاع الإنسان فإنها تعض المعدة فيشعر بالجوع، فيقول كسر الصفرة. إذن إنها ترمي بشرر كالقصر كالأفاعي العملاقة أو الأشجار العملاقة كأنه جمالة صفر، يتحدث عن ألسنة اللهب وليس عبارة عن أبنية الشرر كأنه بناء ضخم قصر. فاستحالة دخول الجنة لمن أعرض عن آيات الله أو استكبر عنها، فقط عن آيات كتاب الله وليس عن مصادر التشريع الأخرى. إذن إما استكبر اعتبرها ناسخ ومنسوخ وأحكامها ملغية وهي فقط عبارة للإخفاء والإظهار والإدغام والقراءات العشرة ونون التوك يعني وأحكام النون وأحكام الميم، أو أنه أعرض عنها إلى أحكام أخرى ومصادر أخرى. إن الذين كذبوا بآياتنا، وهذا نوع أول، كذب بآياتنا انتهينا منه، لكن المشكلة في المسلم الذي واستكبروا عنها، استكبر عنها، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط كذلك نجزي المجرمين. المجرم من قطع الصلات عن كتاب الله حسب سورة الأعراف الآية 40. سورة السجدة: ومن أظلم، ليس ظالم فقط، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. إذن واضح الاستحالة، يلج الجمل في سم الخياط، ونعطي مزيدا من التوضيح. أيها العاقلون،
يتغير معنى الكلمة في كتاب الله جملة وتفصيلا حسب سياق الآية، يتغير معنى الكلمة كاملا وإن كانت تحمل ذات العبارة ذات اللفظة. سنعطي مثال كلمة أمي. أمي كلنا نعلم أنها عبارة عن شعب، نقول الأمة العربية، الأمة الفرنسية، الأمة الصينية، هذا الدارج فقط عن الأمة. لكن سوف نعطي بعض الأمور المدهشة في كتاب الله عن معنى كلمة الأمة. الأمة هي عدد كبير من الناس، لقوله تعالى بسورة آل عمران 110: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فكلمة أمة في سورة آل عمران 110 حسب سياق الآية تعني عدد هائل من السكان، هنا كلمة أمة تعني عدد كبير من الناس. لكن في سورة يوسف جاءت كلمة أمة بمعنى الزمن، زمن ليس له علاقة بعدد السكان نهائيا. إذن حسب سورة يوسف الآية 42: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، يعني عند الملك. وقال الذي نجا منهما بسورة يوسف 45: وادكر بعد أمة، يعني بعد فترة زمنية طويلة. إذن كلمة أمة من سياق الآيات في سورة يوسف جاءت بمعنى الفترة الزمنية، من سياق الآية الكريمة بسورة آل عمران جاءت بمعنى الشعب، لكن بسورة الزخرف الآية 22 ومن سياق الآية لها معنى الديانة أو الدين. إنا وجدنا آباءنا على أمة، إذن دين ومعتقدات. لا يجوز في سورة الزخرف أن أفسر كلمة أمة على أنها شعب. وجدنا آباءنا على أمة ونحن على آثارهم. أيضا بسورة النحل 120 هي منهج التوحيد المستقل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة. لا يعني أن إبراهيم عليه السلام كان شعب. إذن إن كلمة أمة هنا بسورة النحل أي منهج مستقل وضع مبدأ الأسس التوحيد في البشرية. إذن أمة 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 اختلف معانيها من آية إلى أخرى، اختلف المعنى جملة وتفصيلا. ذات الشيء كلمة الجمل حينما جاءت مرتبطة بثقب الأبرة فالمقصود بها الحبال أو الخيوط، لأن فقط الحبال والخيوط لها علاقة بثقوب الأبرة. لذلك كتاب الله اعتمد اللغة العربية وليس لغة العرب الدارجة قرآنا عربيا غير ذي عوج بصورة الزمر الآية 28، واعتمد اللسان العربي وليس لسان العرب. نحترم ابن منظور كتابه. إذن وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، سورة الأحقاف الآية 12: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، حسب سورة النحل الآية 103. إذن الخلاصة: حتى يلج الجمل في سم الخياط، فالجمل هو حبل السفينة الغليظ. عندما تتحدث الآية عن ثقب أبرة الخياطة فالحكمة والمنطق وسياق الآية أن يرتبط ثقب أبرة الخياطة بالخيوط أو بالحبال وليس مع الحيوان المعروف المسمى بعير أو مع الفيل أو مع الحصان أو إلى آخره أو مع الكنغر. نرجو أن تكون الفكرة قد اتضحت عندكم. وقلنا دوما نحن نخاطب أولي الألباب ولا نخاطب الذين يعتمدون النقل بدون عقل. كل الشكر لكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.